لازم احنا فريق اللي يلعب شوط واحد ما يشفعلوش باش يفوز مباراة. لعبنا الشوط الاول كنا خارج الاطار، تلقينا هدف في الدقيقه السابعه، اثر شويه معنويا ونفسيا على اللاعبين. ثم بعدها كانت عندنا ربما ضربه جزاء ما صفراش الحاكم، ربما ما نقدرش نجزم، ما سجلوا علينا هدف ثاني. بعدها كنا في الهجوم وهجمه مرتده، لاعب سدد كما تسديده ضربت في يده، لاعبين توقفوا، لاعب كملها وانا طالبت بان ضربه جزاء، والحكم شرح لي انها من ناحيه القانونيه يواصل اللعب حتى ولا ضربت الكره في يده، ما نعرف القوانين، لازم نزيدوا نعاودوا نديروا مراجعه. لكن من بعدها درنا تغييرات بعد الهدفين اثنين، لا تحكمنا شويه في الكره، ثم هدف ضد مجريات المباراه، خطا دفاعي اعطينا لهم كره سجل الهدف الثاني. تغييرات الشوط الثاني، لاعبين اللي دخلوا ما كما ما قصروش، هدف اول ثم هدف ثاني، الدقائق الاخيره عدنا المباراه، كنا قادرين نعودوا في المباراه. ركنيه وقت بدل ضائع، ركنيه اخيره كان قادر حاكم كان قادر يخلي الركنيه في المستوى العالي، هو حاكم دولي مقاموح معروف، كان قادر يخلي الركنيه تلعب وما غادي يصفر، ولا ما عندناش نتيجه يصفر. هو قال لي انا ما نقدرش نخلي ناحي حق الفريق، وهو في الاخر نحن حقنا. بصح في الحقيقه انا نقول باللي فريق مباراه سابقه ضد وداد لمسان كونكيرون ديريكت عنده نفس المستوى كيما احنا فزنا عليه. إذن لو با دو طابلو، الفريق اللي راه في المؤخرة هذاك هو المستوى تاعنا اللي متقارب. ضد فريق في المراتب الأولى تحضير خير منا، انتدابات خير منا، استقرار فني، استقرار من الناحية المادية شوية هكذاك، وكنا الند للند. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.